لحظات وثواني وتنطلق المباراة في اللحظة هذه بالذات. محمد معروف عيد يعود للنجم الرياضي الساحلي مرة أخرى. اخو وجدي كشريد الكرة يلعب طويلة الماهر الحناشي يوزع الكرة ماهر الحناشي في منطقة الجزاء أطول هذه الساحلي في هجمة طويلة في منطقة الجزاء يخرج سيفرة الحكم المصري محمد معروف. هذه كرة في الرواق يخرج الحناشي قبله موجودة يوحي بأنه مباراة باش تكون ممتازة وأيضا نشوفوا فيها نتائج الإيجابية والمحاولة من جانب النجم والمنتدب الجديد والحارس سيف ذاوي وأيضا النادي الإفريقي مباراة الأسبوع المقبل في حناشي ثم كريم العريبي ودائما الجهة اليمنى والتوزيعات من ماهر الحناشي قلب الهجوم بالطبع كذلك من الوجوه الهجومية يهب لمساكن في الشوط الأول ودائما التعادل 0-0 بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي. وهذه كره للنادي الافريقي في يمشي الكره لحارس المرمى الحارس سيف الشرفي كره للجهاز فخر الدين الكاميروني كان فاز بالكاس مع النجم ثم ماهر الحناشي الحوارات من الجهه اليمنى لهجوم النجم الرياضي عيدي شفناه في فورمه برشا الموسم الفارط وسجل اهداف في الملعب الاولمبي برادس التوزيعه في المحور مباشره الكره يسترجعها النادي الافريقي وتجاوزنا الربع ساعه الاول للفتره الاولى احمد خليل صاحب تصويبه منذ قليل اصطدمت بزياد بوغاتاس ثم ياسين نشوفوا التمهيد بالرجل اليمنى من علي العابدي والكره اللي ايضا تبعها صدام بن عز كره تعود مره اخرى للمنوبي الحداد يفقدها منوبي الحداد الى ماهر الحناشي حناشي 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 ايش يقول الحكم ايش يقول الحكم وهذه فرصه والاعاده مره اخرى تدخل من منوبي الحداد مع ماهر الحناشي فيها وعليها الكره فيها وعليها شوف اليد هنا من منوبي الحداد اكيد انه للحكم ومساعده الراي الاخير في المباراه تبقى النتيجه دائما متعادله دون اهداف الى حد الان وواضح انه الحكم انتظر اشاره من ولا بنجرجان وتغيير النتيجه للنادي الرياضي الصفاقسي الكره وبالتالي هدف اول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت تقريبا 27 دقيقة لعب تغيرت النتيجة هنا في ملعب 7 مارس في بنجردين هولي عاد أمامكم العمل بين حمزة جلاسي وحمزة المثلوثي والهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي في التوقيت 28 دقيقة لعب لهنا في ملعب 7 مارس في بنجردين في بهتة دفاعية خاصة من اللاعب أكيد ما بين بنترشا وبهاد دينا سلام في وسط الميدان ثم مالك بعيو كجناح أيسر من جانب النجم رياضة ديما هفوات نشوفوا الكرة الأخيرة ونشوفوا اليد اليسرى بالنسبة لمنوبي الحداد على الأقل ثم مخالفة كشريدة اللي أكيد ما عنده ذكريات كبيرة في دور نهائي ما أكملش المباراة والأقسام منذ الشوط الأول إذا تتواصل المباراة والمخالفة لصالح النادي الأفريقي الكرة الثابتة من معناها الوسائل الهامة وأيضا المحاولات من جانب الأفريقي والأسماء الموجودة في تركيبة الفريقين حاليا وضعيات صعبة في دفاع الهذولي يقوم بالحركة التسخينية وسام بن يحيى قبل هذا الإعادة للقطة الأخيرة والمطالبة بركنية لكن ثم الراية والتسلل على راس ياسين الشماخي ما ياخوهاش ترجع للعيادي غازي العيادي للشماخي شماخي في منطقة الجزاء للنادي الأفريقي كرة في منطقة الجزاء ترجع وسام يحيى كرة مقطوعة للنجم الرياضي الساحلي في منطقة الجزاء يهب المساكني للحناشي التوزيع والركنية الركنية للنجم الرياضي الساحلي فلا الشرفي هذه الإعادة شوف التدخل بين زوز ملاعبية المساكني ياخذ الكرة يعطي لماهر الحناشي ليضرب كرة يخرجها الدفاع وتمشي يلعب هو الكرة الثابتة اليوم أمين الشرميتي شرميتي يحط الكرة في مكانها والحكم محمد معروف مازال يحكي مع الملاعبية في منطقة الجزاء إن شاء الله الأمور ما تخرجش على السيطرة وإن شاء الله الأمور تتواصل لاباس إلى حد الآن مباراة نظيفة ما فيهاش إنذارات الكرة والركنية انتظرت نعود إلى ملعب بنجردين وتعديل النتيجة حاليا لاتحاد المكان لصالح اتحاد بنجردين في هذه اللقطة كرة ثابتة نجم قولوا الرقابة ماهيش ولا بد على مبروك الجندلي يستغل الثغرة ويلعب الكرة في اتجاه الزغلمي هاولي عاد أمامكم شوفوا الجندلي بالطالونات يلعب الكرة في اتجاه الزغلمي ما فماش تسلل باعتبار وأنه موجود كان مدافع على الخط النهائي
للميدان او لعادة من اكثر من زاوية. شوفوا الجندلي الترويض في البداية يمرر الكرة والزغلامي يعد. يتم التركيز على اللعب حاليا من جانب لاعبي الفريقين وعلي العابدي في جمال جديد الفنزويلي داروين غونزاليس. هذه كرة للنجم الرياضي الساحلي في منطقة الجزاء. مازال اختار التوزيع كرة في منطقة الجزاء فوق المرمى في العارضة كرة إيهاب المساكني في العارضة كرة المساكني وأول الفرص للنجم الرياضي الساحلي. هذه الإعادة كريم العريبي خرج الكرة ثم تخلط لماهر الحناشي تتعدى من دفاع الإفريقي ويضرب كرة على العارضة. هذه الإعادة مرة أخرى إيهاب المساكني كان قريب من تسجيل بتغيير المدرب روجي لومير وايضا جانب التكتيكي للنجم الذي الساحلي. تكملوا قبل هذا المخالفه لوسام يحيى من جانب النادي الافريقي في 47 دقيقه لعب في المباراه. يرفع كره عاليه في منطقه الجزاء تدخل بعد اسبوعين تقريبا امام فريق النادي الصفاقسي في لقاء قمه بالنسبه لمجموعات الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. مغازي عيادي دائما يسعد للاخر شهير بالنسبه للفتره الثانيه. شفنا التمهيد وشفنا الركنيه اللي ربحها فريق النادي الافريقي وسام بن يحيى على مستوى عبر الهجمات المعاكسه. على ذلك دخل داروين خيزوس مباشره مالك بعيو. مالك بعيو كجناح ايسر النجم الرياضي الساحلي التوزيع والهدف الاول. الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي عبر زياد بوغتاس ينجح في احداث الفارق. قلنا طنب محاولات النجم الساحلي بأحداث الفارق وتمكن زياد بوغتاس في وضعية قلب هجوم هو مدافع محوري من التسجيل ومغات الحارس سيف الدين الشرفي. إعادة من جديد لتوزيع دقيقة من مالك بعيو في وضعية سانحة ما ثمش محاصرة على مدافع النجم اللي كان في الهجوم وخلق التفوق العددي والأسبقية شهير لفريق جوهرة الساحل. قلنا مباراة تنبا بالأهداف والمجهود الكبير كان من مالك بعيو لاخذ الكره من مناطق النجم الرياضي الساحلي. عكس الهجمه عمل سونتراج ولا اروع ولا احسكني. وهذه الاعاده والهدف اللي سجله النجم الرياضي الساحلي من زياد بوغتاس. قلنا انه اسامه الدراجي وحمزه العقربي اكثر هجومي بالمقارنه مع الفتره الاولى الرهان ودائما التشويق في لقاء الفريقين. زهير الذوادي زهير الذوادي التخريجه ممتازه من نوبي الحداد والكره الساحلي. اعاده من جديد الكره الاخيره من نوبي الحداد في اتجاه علي العابدي والكره خارج الكره اللاتينيه دائما ممتازه. وفي الاثناء فراس بالعربي الاجابه من جانب المدرب روجي لومير على التغييرات الهجوميه لصالح النادي الافريقي في الاثناء المتابعه. دخول كل من وسام يحيى زهير الذوادي والمهاجم ديريك هذا الساحلي مقطوعه للافريقي. ديريك ساسراكو يعمل الكنترول يغير الكره يبدل يعطي كره لياسين الشماخي ولكن ما توصلش. مره اخرى يا اخوه الافريقي ويضيعها يرجع مالك بعيو يحط الكره في التماس. تماس ليس طويل من علي العابدي مع تقدم لاعبية النادي الافريقي لمناطق النجم الرياضي الساحلي. طويله كره العابدي في وسط مناطق النجم الرياضي الساحلي مقطوعه في هجمه معاكسه جديده النجم الرياضي الساحلي في راس بالعربي الى وجدي كشريده. وجدي كشريده يرفع كره عاليه يمشي يا اخوه النادي الافريقي من غازي العيادي. العيادي العوده للخلف لفخر الدين الجزيري الى بلال العيفه. العيفه يلعب الكره مع وسام يحيى. وسام يمشي بدوره لفخر الدين الجزيري. الجزيري يحيى مره اخرى ينطلق الافريقي من الدفاع مرورا بوسط الميدان الى الهجوم وكره طويله من بلال العيفه الى ديريك ساسراكو. قبله موجود العقربي يعمل كنترول مره اولى ومره ثانيه والمخالفه. المخالفه لظهير النادي الافريقي تدخل من مالك بعيو على حمزة العقربي. هذه الإعادة هذه اللقطة والصورة أمامكم رقم 20 مالك بعيو أمام حامل القميص رقم 4 اللاعب الإفريقي لاعب حمزة العقربي والمخالفة. كيفاش باش يكون التنفيذ؟ هل يكون التصويب المباشر من زهير الذوادي على أنه كرة باش تكون توزيعة مع تقدم كل لاعبي الإفريقي تقريبا لمناطق النجم الرياضي الساحلي.
العودة في النتيجة هو المطلب الأساسي لملاعبية الإفريقي ولجمهور الحاضر في ملعب المنزة، وأكيد أنه جمهور الإتوال وملاعبيته أيضا يحبوا يحافظوا على النتيجة. يرفع الكرة في منطقة الجزاء، التدخل